رفضوا استقبال أو حتى الأعضاء الميليشيات الفارين حتى المرور في قراهم. الأطفال رموهم بالحجارة وتركوا عشرات الجثث، 50 جثة تركوها في شوارع قاطبة ولم يصمدوا في هذه المواجهة أمام المقاومة الجنوبية. الدلالة الثانية أيضا سامي أن المقاومة الجنوبية هي من تصدت لهم، وللمناسبة قوات الحزام الأمني وقوات العمالقة هي من قوام المقاومة الجنوبية تم تشكيلها. وهذه المعركة تثبت مرة أخرى أن كل ما دخلت هذه المقاومة الجنوبية في معركة مع الميليشيات الحوثية حسمتها، سواء في الساحل الغربي، في الضالع، في عدن، في كل المناطق، ما يضع سؤال حول بقية القوات التي تواجه الحوثية. نعم. شكرا جزيلا لك.